يقول هل وسائل الدعوة توقيفية؟ الوسائل ليست توقيفية، وسائل التي تستطيع بها أن تبلغ الدعوة ليست توقيفية، بل كل ما يعينك على الدعوة مثل الميكروفون اللي ما كان موجود من قبل، الإذاعة ما كانت موجودة من قبل، الصحافة ما كانت موجودة من قبل، هذه وسائل دعوة، إن يجوز لنا نستخدمها في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. أما منهج الدعوة فهو توقيفي، المنهج توقيفي، أما الوسائل فإنها ليست توقيفية، فنستعمل ما يعيننا على الدعوة من ما جد من المخترعات ومن وسائل التبليغ الكثيرة. نعم، في فرق بين الوسائل وبين المنهج. منهج الدعوة توقيفي، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما وسائل تبليغ الدعوة من المصنوعات والمخترعات هذه ليست توقيفية، نستعمل كل ما يتاح لنا ونستعين به على تبليغ الدعوة.